طيب دكتور أشرف، سؤال أيضا مهم حصل أعتقد في النرويج يمكن امبارح ولا أول، في وفيات من عدد كبير أكثر من 20 واحد من اللي أخذوا لقاح فايزر ماتوا، إيه الأسباب؟ هل نتيجة اللقاح ولا حاجة أخرى؟ الأسباب بتدرس في الوقت الحاضر، لأنه طلع كلام مبدئي إن كان في بعض الناس كانوا مسنين، هي كانوا لما عملوا تقييم قالوا إنه كان أغلب الناس كانوا مسنين، يعني يمكن كان 80 سنة أو أكثر من 80 سنة، لكن بصفة عامة بصرف النظر عن السن هو بيدرس دلوقتي هل ليه علاقة مباشرة باللقاح ولا ليه علاقة بالسن وبعض المشاكل الصحية عند هؤلاء الناس اللي توفاهم الله. فدي دلوقتي بتدرس، لأنه حتى هذه اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها ما قدروش يجيبوا علاقة مباشرة ما بين اللقاح والوفاة. هل يمكن الوفيات فدي دي اللي هتدرس طبعا. هل دي اللي ممكن اللي عامله قلق للناس او بتخوف البعض، مش عايز اقول كل، انه في ناس بتسافر عشان تاخد لقاح في بعض الدول، بقى في النهارده ناس بتسافر بمعنى الكلمه من غير ما نسمي دول عشان ياخدوا لقاحات في دول متاح فيها هذه اللقاحات الان. ايوه طبعا، زي ما قلنا ده حق لكل الناس انها تخاف، لازم الخوف ده شيء طبيعي لكل الناس، لكن الخوف لدرجة البانيك ولدرجة الفزع والذعر ده غير مطلوب على الإطلاق. وزي ما حضرتك عارف إنه التطعيم هو مش حاجة إجبارية، على فكرة دي حاجة اختيارية، احنا كل اللي علينا إن هو إظهار الحقائق العلمية للناس، بحيث إن أي حد بعد كده ياخد قراره أنا هاخد التطعيم، يبقى عنده من العلم الكافي ان هو خد قراره ان هو هياخد التطعيم ان شاء الله الامن. بس رفض ان هو ياخد التطعيم، يبقى برضو عنده من الحقائق العلميه اللي تقول إن او اقنعته ان هو ما ياخدش التطعيم. طيب حضرتك بتقول انه اللقاح مش معناه انه هيحميني بشكل نهائي، يعني ممكن الكورونا هتجيلي بس بطريقه اخف، وممكن ما تجيش خالص. ممكن ما تجيش خالص. لكن احنا بنتكلم على المطلق، مش معنى التطعيم هو عدم الإصابة المطلقة أو المناعة المطلقة، لا، هتديني فرصة إنه ممكن لو جالي الفيروس هيبقى بصورة مخففة، لو جالي الفيروس هيكون بمضاعفات أقل أو مفيش مضاعفات خالص، دي ميزة اللقاح، أو ممكن ما يجيليش خالص. يعني احنا عندنا ثلاث حاجات ممكن تحصل مع أخذ اللقاح، يا إما يديني مناعة ومش هيجيلي الفيروس، يا إما يجيلي الفيروس وبس بصورة مخففة، يا إما يجيلي الفيروس من غير مضاعفات. طيب.